السلام عليكم. دائرة، حنا كاملين كنعرفو شنو هي الدائرة، وحنا كاملين كنعرفو شنو هي المساحة ديال الدائرة، من بين الحوايج الأولى اللي تعلمناهم في حياتنا. بيان سور فاش كنتو في ابتدائي تعلمتو بأن المساحة ديال الدائرة كتساوي ليا بي في ار او كاري، حيت ار هو الشعاع ديال الدائرة، كيسموه في الفرنساويين لو غيون. دونك هاد بي او كاري حسبناها وبي زعما لقينا انها هي كتساوي ليا المساحة ديال الدائرة. باغ كونطخ عمركم تسألتوا كيفاش كنحسبوها؟ بون، اللي وصل لباك وقرا الدرس ديال التكامل كيعرف بأن المساحة ديال الدائرة كنقدروا نحسبوها بواسطة الشكل التالي. دونك هاد اف دو اكس ماشي هي الدائرة كاملة، باغ كونطخ اف دو اكس هي لا بارتي اللي تكون بنفسجي، حتى لا ما خصهاش تكون ان بوين عنده جوج ديال الصوالح. دونك كنشدو لا بارتي اللي اللون ديالها بنفسجي كنسميو سي دو اف. باش نحسبو لا سيرفاس ديال الدائره كامله، دونك كنا نديرو لا سيرفاس اون جون. دونك صحاب الباك كيلقاو بان دونك لا سيرفاس اس هي 4 في الانتيغرال من ناقص من زيرو حتى الار سور 2 ديال غاسين كاري دو ار او كاري ناقص اكس او كاري. دونك كيلقاو بان اس كتساوي بي فوا ار مربع، ولكن اللي ما قريش الانتيغرال كيفاش يدير؟ دونك حنا في هذا الفيديو غنوريكم واحد الطريقه جميله للغايه. شنو نحتاجو فيها؟ نحتاجو فيها دونك السلسله ديال الحديد، نحتاجو فيها مسطره وهي هادشي اللي كنقول لكم. مستعدين تفرجوا ليا في لا ديمونستراسيون ديال بي بطريقه بديهيه محضه؟ يلا ليتس جو. كما وعدناكم بان ان لا سيرفاس مساحه ديال الدائره كتساوي بي في ار مربع، وباش بينا بيدنا بعقيق ديال الحديد وبمسطره. كنتمنى ان هذا الفيديو نال اعجاب شاكم ولحقات قادمه ان شاء الله.